هنروح تاني للنادي الاهلي، ومعنا من هناك الزميل فاروق صلاح، ومعاه المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي. بجدد التحيه طبعا بيك يا استاذ ابراهيم وبالكابتن اسامه حسني وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب انتهاء حفل توقيع الشراكة والتحالف ما بين النادي الاهلي وشركة الاورجاني جروب في كافة الامور والشركات اللي اعلن عليها النادي الاهلي، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الخلوق والدؤوب واحد من ابناء النادي الاهلي قبل ما يكون عضو مجلس ادارة في النادي الاهلي، والدكتور محمد سراج الدين. دكتور محمد، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي. مجهود كبير جدا بيبذله مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، توقيع عقد التحالف مع مجموعه شركات العرجاني جروب في مشهد يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي. طبعا انا برحب بيك يا فاروق، وبرحب بكل الساده المشاهدين، وفي الاستوديو طبعا استاذ ابراهيم منيسي والكابتن اسامه حسني، تحياتي لكم جميعا. طبعا الحمد لله، يعني زي ما انت قلت وتفضلت، يعني النهارده يمكن يوم هام جدا للنادي الاهلي ولمجلس اداره النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي واعضائه. شراكة استراتيجية كبيرة مع إحدى وكبرى الشركات الوطنية، شركة طبعا الأرجاني جروب، شركة مميزة جدا، شركة معروف شغلها في السوق في مجالات مختلفة، سواء في قصة الإنشاءات أو التشييد، سواء في موضوع السياحة، سواء في المؤسسة المجتمعية. يعني يمكن أعلننا عن أكتر من حاجة النهاردة، فالشراكة واخدة شكل واسع جدا، ما هياش محدودة في جزء معين. يمكن اتكلمنا على الحقوق التجارية في المغرب، بس ده جزء من الشراكة الكبيرة اللي ما بين شركات النادي الاهلي المختلفة ومجموعة الأرجاني جروب بشركاتها اللي فيها تناغم وتصاهر مع نفس مجالات اللي بيعمل فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي احد المؤسسات الوطنيه الكبرى في جمهوريه مصر العربيه. كابتن الخطيب في كلامه اتكلم على دور الدوله المصريه وتوجيهات وتعليمات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور فخامه الرئيس في تذليل كافه الامور وسرعه انجاز كافه الامور. اعتقد النادي الاهلي جزء لا يتجزا من هذا الوطن. طبعا طبعا، انت بتتكلم على النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي احد المؤسسات الوطنيه العريقه، وده مش يعني طبعا كابتن محمود الخطيب يعني شرح الكلام ده كله افضل مني، وقال كل حاجة يمكن حصلت في الفترة الأخيرة المجلس السابق حتى المجلس الحالي. لكن احنا حتى ده مش رأينا الشخصي، يعني النادي الأهلي بتاريخه وبالإنجازات اللي بيحققها في البلد، ومش على الصعيد الرياضي بس، على الصعيد الرياضي والصعيد المجتمعي وحتى الصعيد الإنشائي، فلا في تطوير كبير النادي الأهلي بيعمله. والحقيقة فعلا لا، احنا لامسين كل تعاون وكل يعني دعم من الدولة معانا، ما حدش بيتاخر عننا في المشروعات اللي احنا بنشتغل فيها، او لكن في النهايه ده بيفيد الدوله ان انت بتدعم النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيشتغل. يعني دايما النادي الاهلي بيبقى من نوع المجلس الاداره، دايما كابتن محمود يقول لنا اشتغلوا دايما، حتى اشتغلوا لما يبقى في اي مشاكل نرد على الناس بشغلنا، نرد على الناس باحترامنا، فالحمد لله ده العهد اللي احنا ماشيين عليه. دكتور محمد سراج الدين، اخيرا خلال الفتره الاخيره ولجنه المباريات بالنادي الاهلي والدينامو الذي لا يهدى، دكتور محمد سراج الدين مجهود كبير جدا بذلتوه مع جماهير النادي الاهلي، ونقدر نقول جمهور النادي الاهلي بدا من جديد يعود للمدرج. اعتقد دوره مهم جدا، عندنا مباراه صعبه جدا امام الزمالك، استعدادكم بقى لهذه المباراه وكافه المباريات اللي جايه باذن الله. لا والله انا يعني اللجنه هي لجنه طبعا ليها راي، في رئيس لجنه طبعا هو اللي يتكلم في الناحيه دي افضل مني، لكن احنا في النهايه بصراحه الجهد في الجزئيه دي يرجع لكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، عشان نبقى منصفين. يعني راجل من يعني هو من اول يوم الحقيقه هو اللي عمل التحركات كلها لتغيير الاستاد القاهره، هو اللي كان دايما كان بيخاطب الجهات ان هو يذلله اي عقبات للنادي الاهلي، فاحنا بنشتغل وفقا للرؤيه دي ووفقا للاستراتيجيه دي. فاهم حاجه ان احنا جمهورنا دايما يكون ورانا وهو السند، وباذن الله تكمل على خير السبت ان شاء الله. شكرك يا دكتور، باذن الله بالتوفيق. اعتقد كلمه مهمه، جمهورنا دايما هو السند، وباذن الله بالتوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي يوم السبت. يعني النهارده لحظه من اللحظات المضيئه، نتمنى يعني استمرار هذه الامور والصفحات المضيئه للنادي الاهلي على قادم الايام. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الاستاذ ابراهيم المنيسي. شكرا جزيلا يا فاروق.